Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersedia untuk soalan yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 62 juz yang pertama muka surat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولهم أجرهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا وإذ أخذنا ميثاقكم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ حسبك. Soalan yang kedua dari surah Al-Anfal ayat 45 juz yang ke-10 muka surat 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sila sambung ayat tersebut. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ولا تكونوا كالذين حسبك. Soalan yang ketiga dari surah Thaha ayat 38 juz yang ke-16 muka surat 314. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz auhayna ila ummika ma yuha. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat seterusnya.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إني معكما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى حسبك. Soalan yang keempat dari surat An-Nur ayat 32 juz yang ke-18 muka surat 354. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihin min 'ibadikum wa imaikum. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات والله يهدي ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.